السلام عليكم، صباح الخير ومساء الخير. صهد حرارة، إن شاء الله تكونوا بألف خير، ناشطين بخير وعلى خير كده سود عشر. أهلا وسهلا، شو شي الليلة ندويو إن شاء الله تعالى، ندويو في هذا الموضوع ديال ثقافة الفابور وفي سبيل الله. في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء فليعد للدين عزه وليعد للدين مجده فلترق منا الدماء فلترق منا الدماء عزمنا عزم الأباء لا نبالي بالطغاة نكره الظلم ونأبى أن نكون جربنا والطرق منا الدماء والطرق منا الدماء يوم بدر في دمانا وبحطينا علانا وعلى اليرموك نشتو نحن للدين فداء. شكون يعقل على الاناشيد القديمة؟ حياك الله سيدي يوسف. ألبوما للثكالة، سنخوض معاركنا معهم، أبو علي وأبو عبد الملك. أش عقلت ولا ما عقلت شيء؟ ميرسي. ذاك الوقت أنا أذكر 2002 2001، وهذا ماشي موضوع على المقدمة، فاش وصلونا بعض الأناشيد نهضر على الوقت ديالنا في 2002، لان ديك الساعه كان الحكم ديال الموسيقى بالتحريم وعدم جواز سماع الموسيقى، فالانسان فاش كيكون ملتزم وبدا في الالتزام تيبتعد. فلما وصلنا بعض الالبومات ديال الاناشيد البواسل وملك التكالة وكذا، وكنا كنسمعوا ليهم كيكون واحد نوع من الخوف، كتسأل مع نفسك واش فيك ما كتسمع الموسيقى ولا ما كتسمعهاش، علما انها غير ما فيهاش المعازف، فهمت؟ كتقول لعل المعاني الجميله في هذه الاناشيد تشفع لنا السماع لها. سبحان الله الذكريات. داكور، جوج دقائق نوصل لواحد البلاصه مبرده ونهضروا في هذا الموضوع اللي كتبت اللي درت العنوان ديالو، موضوع ديال ثقافه الفابور في سبيل الله. ثقافه في سبيل الله، ثقافة اللي بها يتم استغلال كنستغلوا بعضياتنا. وراه الا رديتوا البال في المنشورات اللي نشرت هذه يومين والبارح، البارح واحد في الصباح تكلمت على هذا الشيء، تكلمت على هاد العقلية القديمة، هاد العقلية الغبية. انا كنسمي عقلية غبية في الحقيقة واستغلالية وبوهالية التبوهيل، فهمتي؟ هبل تربح كما قال لك بعض الناس كيتعاملوا بديك هبل تربح. نروح نوصلك اود السي محمد على سميتو فين هو راه سبت القردان الى وتناني حاحان مزي مزي فين ما بغيت نوصلك. يلا زيد نوصلكم من عمس، كيبان لي ندخل للبيرو ونهضر في البيرو حسن يكون اكثر راحه ان شاء الله. على الشباب منورين، راكم منورين. سخون الحال، سخون بزاف بزاف بزاف. اورير ولا نديك التوريرات ولا نديك ليموران ولا واد البنان. حياك الله زي محمد، الله يرضيك، الله يرضي عليك. اسمحوا لي شدكم معايا
سبيل الله هي ما كاين حتى شي مشكل على راس العين. مرحبا بكم عندنا. انا انت الدسم انا في اللايف سمح لي. سي يوسف قد كده بخير لهنا؟ ياك بخير؟ النشاط الله يحفظك. راه حنا مع الشباب، الشباب سلم عليهم. السلام عليكم. الله يبارك فيك. الله الله يعطيك الخير. ها هو مره متبعين معنا الله يرضى عليهم. يلاه تهلاو في سي ابراهيم ان شاء الله. ها لا مهلين مهلين. الله يعاون سي يوسف. السلام عليكم. اللي حاب السنه ما فيهاش البيليك. مرحبا الشباب. يلاه اللي بيلعب شي ماتش جاي مرحبا. يلاه شي تورنوا هنا داو المركز الاسلامي. هذا مسجد ابو بكر الصديق. الشباب المنورين يعني نحسبهم على خير المسؤولين. الشباب يعني الشباب والشيبان كلهم، يعني الشباب والشيبان كلهم عندهم روح شبابيه الله يرضي عليهم. وخصنا نتلاقاو الدعاء عبد العزيز، خصنا نتلاقاو والله العظيم. مرحبا بكم. كانوا هنا عندنا شي قنين، كنت كان ديما كنصورهم، كانوا قنين هنا، كانوا شي 8 وكلهم كلهم مرحبا. هذا المكتب ديالي وكلهم شي واحد سرقهم ومع داهم يديرهم في الطاجين ولا شي شي 8 ولا شي. بسم الله. السلام عليكم. الوغ ندخلوا الموضوع مباشرة. تقف في سبيل الله توجد في العديد من المهن والحرف، لكن الأئمة والفقهاء أكثر تضر من الناحية والقوة. قد يحتاج شيء سوى جزء قوة ما غتليت. بيخ بينا ولا ليخ؟ بيخ بينا اسمح لي درام دوخ. إذا نعود لهذا الموضوع ديال ثقافة الفابور في سبيل الله. فهمت؟ شوف ما يتع هذا المصطلح ديال في سبيل الله. مرحبا مرحبا سي عبد العزيز، مرحبا على الرسولين. قلت لكم هذا المصطلح ديال في سبيل الله، فهمتي؟ في سبيل الله هذا واحد الكلمه فضفاضه، واحد الكلمه ما فاهمينهاش بعض الناس. في سبيل الله ما معنى في سبيل الله؟ من اجل الله. من اجل الله يعني الله تعالى محتاج لك. الله تعالى غني عنك وعن افعالك. ففي سبيل الله اي المقصود ديالك هو الله سبحانه وتعالى، الغرض ديالك هو الاجر ديال الله سبحانه وتعالى. واللي الغرض ديالو الاجر ديال الله سبحانه وتعالى يضح، حنا شنو علاقتنا، شنو دخلنا، بمعنى ما موقعنا من هاد الغايه. طيب انا مثلا نصلي جوج ركعات، كنصليها لله ما كنصليهاش للناس، هذه علاقه بيني وبين الله. ولكن كنجي انا ياك لعند واحد الانسان تنقول له اجي انت دير لي هذا الشيء ليا انا، انت تفعله لي ياك، ولكن في سبيل الله. فهمتي؟ لانه لو كان ماشي هذاك ما غاديش يدير هذا الامر. انت محتاجني باش نقري لك ولدك مثلا، او مثلا محتاجني ندير لك مثلا تنشيط عرس ولا عقيقه ولا وليمه ولا صدقه ولا وكيره. فبالتالي لو كان انا ماشي موجود ما غاديش يدير هذا الشيء، واضح؟ فبالتالي كتقول لي اجي انت عندي باش ندير هذا الامر، وكتقول لي انت ديرو في سبيل الله. مزيان، راه اصلا انا راه كنديرو في سبيل الله، فهمتي؟ اي حاجه كنديرها في حياتي كنديرها في سبيل الله، فهمتي؟ لما تلعب الكره راه كنلعب الكره في سبيل الله، لما تناكل الخبز راه كناكلو في سبيل الله، فهمتي؟ ولكن هذا غادي يعني من انني نضيع حق من الحقوق ديالي، فهمتي؟ اش دخلك انت في علاقتي مع الله سبحانه وتعالى؟ اش دخلك انت في هذه الحكمه والغايه التي من اجلها خلقت؟ انت اللي واجب عليك انك تقوم بالواجب ديالك امام انسان كتستغلو، او كتاخذ من الوقت ديالو، او كتستافد من الوقت ديالو. الانسان لما تياخذ واحد الاجر على واحد العمل راه ماشي كياخذو يعني هكذا اعتباطا، انما ياخذه على المجهود الذي يبذله وعلى الوقت الذي يعطيه. فهمت؟ الوقت عنده قيمه، فهمتي؟ في اوروبا مثلا كتلقى ان الساعه تتخلص عليها على الاقل بواحد 8 حتى 10 اورو، فهمتي؟ يعني القيمه نتاع العمل
ديالك على الاقل ما خصهاش تنقص على 8 ولا 9 اورو فهمتي، اي عمل كيف ما كان. وكل ما كان داك العمل فيه مجهود كل ما كتزداد القيمه ديال داك الوقت. كنتكلموا على الوقت، الوقت الوقت ها الوقت هو قيمه، الوقت هو ثروه فهمتي. الوقت ياك به تبنى الاوطان وفيه تؤلف الكتب وفيه الانسان يدير يقدم. فتاتي ان تاخذ من وقتي، واضح، تاخذ من وقتي وتستغل وقتي وتلزمني بهذا الوقت ديالي ان افعل ذلك في سبيل الله فهمتي. لا هادشي ما كيدارش، ما كيدارش. فوق منها، فوق منها فهمتي. وهذا الامر كيتحرجوا الائمه يهضروا فيه. انا كنهضر فيه، انا عندي الصنطحه الطوبيسيه، لا اخجل في هذا. كيتحرجوا لان كيقول هذا موضوع متعلق بهم، موضوع متعلق بهم. كيتحرجوا يهضروا فيه، كيقولوا كيدافعوا على راسهم. دافع على راسك اسيدي، من حقك ان تدافع عن نفسك فهمتي. انا نهضر على راسي، الحمد لله ما عنديش اشكال، عندي خدمتي، عندي الراتب ديالي ياك. ولكن 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 راه الانسان ياك ما خصش يحشم على حق من الحقوق ديالو. لاني مثلا انا الراتب اللي غناخذ في العمل ديالي، واضح، راه ماشي كناخذو على القران اللي غادي نقرا ولا السنه اللي غادي نقول. كناخذ الاجر على الوقت اللي كنستثمره لخدمه المسجد ولخدمه الجمعيه ولخدمه الجماعه، واضح. وكناخذ واحد الراتب لانني درست واحد الفتره يعني من حياتي، جمعت ما بين الدراسه العصريه والدراسه الشرعيه. في الوقت اللي كانوا الناس كيمشيو كيقراو الدراسه العصريه بوحدها، كياخذ الباك ديالو تيمشي للكليه وكيمشي كيدير تخصصات الى اخره. انا كان جمعت ما بين الدراسه العصريه زائد الدراسه اللي هي خارج المدرسه، كنمشي نحفظ القران ونقرا المتون. من بعد درنا كليه الشريعه، بعد ما درنا الدراسه الشرعيه كنمشيو عند الشيوخ، كنخلصوا على حسابنا، كنسافروا، كنهاجروا، اغتربنا وبعدنا على وليداتنا وبعدنا على اسرتنا وبعدنا على الناس، وتعبنا وعشنا الجوع وعشنا الفقر وعشنا المرض فهمتي. كنا ننام والله. شتي هذا المكتب اللي كنوري لكم دابا الان، مكتب الان شحال المساحه ديالو؟ ها 2 متر على 3. والله النصف ديال هذا المكتب، النصف ديالو كنا كنعسوا فيه 5 4. انا كنت كنعس راسي عند الحيط ورجلي عند الباب، رجلي عند الباب، رجلي عند الباب، وبيني وبين صديق ديالي 5 سنتيمتر. حتى هو كينعس بحالي بحال السرديل. والاخر يعني كنا 4 هكذا والخمس في الجنب فهمتي. والماكله اللي كنا كناكلو، ولا ماشي حنا كنا فقراء، لكن كنا في منطقه بعيده جدا، ما عندناش الامكانيات باش نمشيو نتقداو الماكله فهمتي. يعني كانوا الناس ديال القبيله هما اللي كيوفر لنا الطعام وكيوفر لنا الشراب، وكان داكشي قليل على قد الحال. كتاكل، كتفطر بالحريره فيها الحلبه، كتبقى خنز نهار كامل، السيمانه كامله كندوشو جوج مرات ولا مره في السيمانه فهمت، باش تدرس القران وتدرس العربيه وتقرا العلوم الشرعيه اللي الناس محتاجين. كيقول لك حنا محتاجين دوك طلبه العلم يفقهونا في الدين ويعلمونا، واضح. فلما الانسان تيتوظف مثلا كمرشد او كامام او كذا، واضح، انت تحتاجه، تحتاجه لامنك الروحي، تحتاجه لي كنهضر على الناس المتدينين، الناس اللي محتاجين الائمه وطلبه العلم. تحتاج هذا الامام فاش كدير العقيقه لولدك، فاش كدير الوليمه لبنتك، فاش كدير نعم نهار تيتوفى الاب ديالك والام ديالك، كتحتاج الامام اللي غادي يوعظ الناس، كتحتاج الانسان اللي غادي يغسل لك الباك الى اخره. تحتاج المجهود ديالو بالاضافه الى دوك التراكمات نتاع 10 سنين 15 سنه 20 سنه ديال الدراسه وديال التحصيل وديال طلب العلم، واضح. فهذا الشيء كامل واضح. فلما يؤتى بانسان كالكرماء الحمد لله اللي كيفهموا هذه المعاني وكيدركوها، وكاين بعض الناس كيقول لك اودي هذا الامام ويعمل في سبيل الله فهمتي. فتاتي تاخذه كديه من صلاه المغرب الى منتصف الليل، منتصف الليل تقدر تاخذه 4 السوايع 3 السوايع. راه عندك التزامات اخرى غديرها انت كتمشي، علاش؟ لانك تجيب من دعاك، وتعلم ان داك الانسان لو كان ماشي انت ما غاديش اللي غادي ينشط ليه داك المناسبه، نشطها بالمفهوم، المفهوم الجميل فهمتي. يعني هو محتاج ليك، وفي الوقت الاخير كتقول له جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، وانت جاي من ديبلاسي بسيارتك وبالمازوت ديالك وبالوقت ديالك الى اخره. لكن داك الانسان نفسه لما غيجيب واحد المغني ولا غيجيب واحد الجروب ولا غادي يجيب واحد الراقصه،
كياخذوا الاتعاب ديالهم ومن حقهم. هذيك الراقصه لما تتشطح وتتعرق لانها مشدرت تعلمات وتدربات وعرقات وخدات الفلوس بعرق افخاذها وارداف بصحتها بصحتها ما عندي ما نتسالها ياك. ولكن ذاك الانسان الاخر علاش تهمله وتهمشه؟ تستغل طيبته وتستغل قداسة ما يحمله في قلبه، تستغله لكي ماذا؟ لكي تتعامل بديك ثقافة هبل تربح، بمعنى في سبيل الله. هذا لا يكون، فهمتي؟ ولذلك الإنسان يخرج ليها نيشان كما تيقولوا، يهضر على هذه المسائل، فهمتي؟ أنا دافعت على ذاك الإمام اللي يهضر على 3000 أورو في التراويح، دافعت عليه دفاعا شرسا، وتعرضت للسب والشتم. تيقول لك أنتم ما كتبيعوا كلام الله عز وجل، لا ما كيتبعش كلام الله سبحانه وتعالى. فهمتي؟ ربما الطريقة باش هضر ذاك الإنسان كانت طريقة شوية فيها نوع من السخرية، ولكن حنا محتاجين لديك السخرية، ومحتاجين ماشي الوقاحة، محتاجين تخرج العينين. تخرج العينين مهم جدا. علاش؟ لأن الإنسان إذا تعامل بطيبوبة وبنية يتم استغلاله، ويتم ماذا؟ يتم سرقة وقته، ويتم سرقة جهوده. فهمتي؟ لذلك الأئمة واضح، خاصة الناس اللي كيقوموا بدورهم وصادقين في عملهم وكينشروا الدين كما ينبغي، فهؤلاء لا ينبغي الزهد في جهودهم وعدم تثمين أوقاتهم. وهذا للأسف حنا عندنا في المغاربة بزاف، هادشي لاحظتو عند المغاربة. أنا المغاربة نهضر على المغاربة ديالنا، فهمتي؟ المغاربة ديالي للأسف الشديد فيهم وفيهم، فيهم وفيهم، واضح؟ كتمشي مثلا عند محامي، انا شحال من خطره مشيت عند محامي من اجل استشاره قانونيه. تعرفش كيطلب لك هنا في فرنسا كيطلب لك على الاقل 80 حتى 110 اورو الاستشاره فيها 10 دقائق. واذكر مشيت عند واحد المحامي عربي ديالنا مغربي كاع شلح، مشيت عنده استشرته في واحد المساله متعلقه بالوراق. تعرف شنو دار؟ يعني حتى المعلومه ماشي في عقله، بمعنى كيمشي كيدخل الانترنت على شي بلاتفورم ولا عندهم شي موقع، تلقى لقيت راسي انا عارف المعلومه اكثر منه. سولتو على تجديد الاوراق الاقامه، فداك المعلومه اللي عطاني لو تبعتها غادي نخرج على راسي. المعلومه اللي عطاني لو تبعتها غنخرج على راسي، فهمتي؟ انا جبت له قلت له ودي كذا وكذا وكذا وكذا، واحد لو شونجمون دو ستاتو ديال تيتغ دو سيجور. قال لي شنو قال لي؟ قال لي دونك الفو ميو، تهضر معاه بالدارجه، قال لك مشي طلب باش تاخذ ستاتو ديال سيزوني ولا ديال زعما لا نحول ستاتو ديال ايتوديون، فهمتي؟ ايتوديون ندير كارت سيجور وندير الاقامه على انني طالب في الجامعه، نحول راسي من ستاتو ديال في بريفيون فاميليال لايتوديون، فهمت؟ يعني شوف الحماق هذا الهبل، فهمتي؟ في الاخر 110 اورو الشريف، فهمتي؟ 110 طق طق وكاش، ماشي شيك ولا شي حاجه، كاش عامله واش ديكلاراها ولا ما ديكلاراهاش، فهمتي؟ علاش؟ لانه مشى قرا الدروه. شحال قرا نعماس؟ قرا 3 سنين في الكليخه، ثم قرا عامين في الماستر، ثم الدكتوراه الى اخره. الى حسبتي كتلقى شحال قرا؟ 8 سنين، 8 سنين داكوغ. طيب راه حتى انا ماشي قريت 8 سنين، راه من 2000 وانا جالس كنقرا، وكنعرف بعض يعني كنقرا يعني التفرغ. كاين بعض الناس اللي قراو من التسعينات ومع ذلك لا احد يثمن جهودهم ولا احد يعرف قيمه ما يحملون، فهمتي؟ لهذا انا كنتفهم او كنعتذر لدوك الائمه اللي مقابلين السلاكي ومقابلين الزرود. علاش؟ لانهم نشؤوهم في واحد الثقافه سي الحسن. انا اوافقك على هذا الكلام سي الحسن، هذا الكلام كتقول صحيح، فهمتي؟ هذا الكلام كتقول صحيح، وهذا لاحظته من هؤلاء الناس. وذكرت القصه نعاودها للاصدقاء ديالي، هذه وقعت لي في 2013، وجاو بعض الاخوان ما عجبهمش الحال. 2013 كنت في طراغونه جنوب برشلونه، وكنت امام في واحد المسجد. الناس اهل الخير واهل الفضل جزاهم بخير، اتصلوا بي الناس من برشلونه لان كنت كنمشي بزاف برشلونه، كنت كندير فيها محاضرات. بعض الناس عرفوني وطلبوا مني، قالوا لي واش ممكن تجي دير لنا واحد الكلمه واحد الموعظه، حنا كنجمعوا باش نوسعوا المسجد ونوسعوا المركز الاسلامي، ومحتاجين الحضور ديالك، لان الحضور ديالك غادي يجيو الناس وغادي
يساهموا. قلت ماشي مشكل. وجاني في 20 في الشهر، انا 20 في الشهر كنكون واكح، فهمتي، كنكون واكح بمعنى الجفاف. ففكرت كي غادي نجي من الروش لبرشلونة، يعني واحد على الاقل ساعه ديال الطريق، يعني كنا كنديروا واحد 8 اورو حتى 6 اورو ديال البياج، قول 10 اورو ديال المازوت، يعني قول شحال غادي يك 18 اورو الي 18 اورو روتور، يعني قلت يعني واحد 40 اورو ولا شي حاجه، فهمت مزيان. وديما خصك عندك واحد 10 اورو شيطه ديال الاحتساب اللي كذا، ما عنديش. كنت مزير ديك الساعات، مشيت عند الجار ديالي فلان الله يجازيك بخير، عطيني واحد 50 اورو انا ردها لك، انا نرجع نردها لك، فهمتي. مشيت درت المازوت نعمس، شديت الطريق، ساعه ديال الطريق وصلت نعمس برشلونه اوسبيتالي دو لوبريغات، باش نقول شنو بلاصه فيها. مشيت للمركز الاسلامي، درت المحاضره نعمس، حضروا الناس، نشطنا مع ناس، يعني الدرس بالعربي الفصحى وبالدارجه، الناس اسهموا وكل ادلى بماله. تسالينا، لما سالينا صلينا العشاء، فهمتي. العاده وكما قال الاخ الحسن، العاده المغاربه عندهم الكرم، بمعنى اذا انت شي كتكرموا بالعشاء كتهلا فيه، فهمتي، حنا محتاجين العشاء الاول. وانا كنفكر غير يردوا لي الديبلاسمون ديالي، فهمتي، داك الديبلاسمون يردوه لي نعطيه للناس فقط، انا ما بغيت لا اجر لا ثواب. شنو قال لي الاخ المسؤول؟ قال لي جزاك الله خيرا وبارك الله فيك مع السلامه، عارف يبقى في الحال. وانا انسان خجول، غادي من العيوب ديالي انسان خجول، فهمتي، هذا عيب فيا. كنقول له الاخ على الاقل خلص الديبلاسمون ديالي، فهمتي، راه ماشي جايب فلوسي، راه الناس اللي سلفوني. قال لي جزاك الله خير، حتى العشاء ما عرضوا عليا، يعني حتى هذه قله الادب، فهمت. ومشاو وخلاو لي تما كيضرب فيه، كيصوت فيه البرد ديال برشلونه، كيصوت فيه البرد، فهمت. ماما وقدر الله تلاقيت مع بعض الشباب، راه كاين محمد الفاسي منهم، راه جالس انت هناك سبليا هنا، محمد الفاسي راه كان منهم. عقلتي محمد، واش عقلتي نهار تلاقيت مع الصحراوي وكذا؟ تلاقى معي محمد الفاسي، قال لي اش كدير هنا؟ قلت له ودي راني هنا، راه عندي محاضره الى اخره. قال لي راه تلاقوا مع الشباب، مع فلان وفلان وفلان وفلان، فهمتي، شباب نورين زوينين، ما كاين لا الحيه لا والو، فهمتي، اللحيه على الراس والعين، بمعنى كنقصد المظاهر، المظاهر خداعه، فهمتي. نحن لا نطعن في سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن باش دير المظهر ديال الرسول صلى الله عليه وسلم وطحن بها عباد الله، فهمتي. قال لي يلاه نمشيو، راه فلان كاين كذا، راه غادي نتفرجوا في الكلاسيكو، باقي عبر البرصا والريال. قلت يلاه نمشيو نتفرجوا في الكلاسيكو، فين نتفرجوا في الكلاسيكو؟ نعماس، فهمتي، والكبده والكفته والنشاط، فهمتي، شبعنا يعني الشباب، الشباب الله عطيه الخير في الشباب، انا نقول لك الخير في الشباب، فهمتي. تعشينا، ضحكنا، فهمتي، كرمونا، فهمتي، الله يعطيهم الخير، ضحكنا مع راسنا الى اخره. فاش سريدة جا عندي داك الصحراوي ويحط لي واحد 50 طرو في الجيب، قال لي السي ابراهيم هاك هادي الكادو، قال هذا الكادو ديالك، فهمتي. قلت لي غادي ناخذو بالضحك، قلت لي غادي ناخذو على الراس العيد. ويقول العباره، انتم هما اهل السنه والجماعه، ماشي اهل السمنه والمجاعه، فهمت، من باب المزاح، من باب الضحك، فهمت. عقل محمد، راه عندك التصاور، فهمتي. فالشاهد ماذا؟ فالشاهد بعض الناس كيتحرجوا يهضروا على هذه المواضيع، فهمتي. انا كندير مجهود، فهمتيني، فبالتالي داك المجهود اللي تندير، فهمتي، خص تعرف قيمته ولو الكلمة الطيبة. راه ما كنهضروش حنا على المال، كنهضروا على التقدير، على التقدير، فهمتي، على الاحترام، فهمت، كما هو الحال بالنسبة لمجموعة من الناس، فهمتي. فهذا باختصار يعني وجهة نظرتي في هذا الموضوع. وكلمة في سبيل الله هي يعني علاقتك مع الله سبحانه وتعالى، ماشي علاقتك مع الناس، علاقتك ما كاينش فيها شيء في سبيل الله، فهمتي، علاقتك مع الناس فيها الاحترام، فهمتي. واحد الانسان ماشي مؤمن، ماشي مسلم، كيفاش غيقول لك في سبيل الله؟ فهمتي، العلاقه الانسانيه مبنيه على الاحترام، مبنيه على التقدير. في سبيل الله هذاك ما وراء، يعني ما وراء طبيعه، يعني شي حاجه اللي هي الاخره، فهمتي، اكيد انني خصني نتعامل بهذا المنطق، واضح. ولكن ماشي غادي نبني على داك، غنبني عليه وننسى الامور الدنيويه، الحقوق الارضيه، كاين حقوق سماويه وحقوق دنيويه، فبالتالي نتجاوز الحقوق الدنيويه بدعوى هناك حقوق سماويه. لست انت من سيلزمون بذلك، لست انت وليس غيرك، فهمتي. فبالتالي نرجع للفكره، انت لما تاخذ اجر وتاخذ ثواب دنيوي، تأخذه ليس على كتاب الله، كتاب الله لا يثمن ولا يقدر بثمن. هذاك الانسان 3000 اورو، راه ماشي 3000 اورو حيت هو كيقرا القران. واش القران كيسوى 3000 اورو؟ كتبي لا، ما كيسواش 3000 اورو، وما كيسواش 10000 اورو، ولكن داك الوقت اللي كيبذلو الانسان في المراجعه
وفي الاستعداد يساوي الكثير، يساوي الكثير. فهمت؟ هذا باختصار شديد وجهة النظر ديالي في هذا الموضوع، فهمتي؟ وأذكر مؤخرا واحد البنت كتبت لي في اليوتيوب، قالت لك لا حشومه ولا يجوز، فهمتي؟ راه كتعامل مع الله، لا كتعامل مع الانسان. شكون اللي قال لك انا كنتعامل مع الله؟ انت لا تدري ذلك، لا انت لم تشق عن صدري، كتعامل مع الله. انت غتوريني واش كنتعامل مع الله ولا مع غيره، هذا ليس شانك، فهمتي؟ لكن الشان ديالك هو ان هل اخالف شرع الله في تعاملي معك. انا مسلم ما غاديش نخاف شرع الله سبحانه وتعالى، لكن انت ماشي ما تزيدش عليا بواحد الحاجه ياك باش بغيت تصفعني بها، ان تستغلني بامر من ديني وهو مكذوب ياك لكي تاخذ حقا من حقوقي، فهمتي؟ اكيد السي مرسو، فهمتي؟ في المغرب مثلا ما كنهضرش على المجال الديني، المجالات بصفه عامه، جميع المجالات، فهمتي؟ المنشطين، المحاضرين، الندوات بصفه عامه، اي انسان تيجي تاخذ واحد على الاقل تيتكلفوا ليه بالتنقل ديالو، بالمصاريف ديالو، بالاقامه ديالو، بالسكن ديالو، الى غير ذلك، فهمتي؟ هذه مساله منطقيه، لا تفترض من الانسان ان يقوم بواحد المجهود وتقول له الزمه بان يكون في سبيل الله. انا بغيت انا الى بندير في سبيل، نديرو في راسي، انا نديرو في ولادي، نديرو في اسرتي، علاش تلزمني بك سبيل الله معك انت ماشي مع غيري، فهمتي؟ واحد الانسان بغى يدير شي حاجه، بيعطي واحد الصدقه في سبيل الله، انت غتلزمو حتى في هذه البلاصه؟ بغيت اسيدي نعطي ديك الصدقه في سبيل الله لجيراني، لماذا تلزمني بامر فهمتي ليس من حقك؟ هذا هو الاشكال الدسي طارق، فهمتي؟ هذا هو الاشكال. انا كبرنا كنحشمو، ولكن كتوصل واحد المرحله صافي الحشمه مابقاش خدامه، فهمتي؟ والله شحال من خطره انا نهضر معكم صريح، فهمتي؟ كيجي عندك الانسان كيقول لك فلان جاي عندي الله يجازيك بخير، والله كيجي في الصيف، في الصيف في الصيف في الصيف، فهمتي؟ انت كتخجل، كيقول لك فلان اجي عندي الله يجازيك بخير، كتمشي عنده، كيمشي عنده قبل صلاه المغرب، كتبقى حتى لمنتصف الليل، فهمتي؟ وكتسمح حتى في العمل ديالك، فهمتي؟ يعني العمل ديالك كتسمح فيه، الأسرة ديالك كتسمح فيها، البحث ديالك كتسمح فيه، فهمتي؟ شنو؟ كتصلي بهم، كتقرا القرآن، كدير الدرس، كدير الدعاء، فهمتي؟ كتجاوب على الأسئلة، وداك الشيء لو كان ما ديرو أنت ما كاين اللي غادي يديرو، لو كان ما غاديرو يعني ليس هناك أحد يحل محلك، إذا هذه واحد القيمة مضافة. هذيك القيمة المضافة إذا لم تحترم، فهمتي؟ إذا اش من خير بقى فينا؟ وفي الآخر تيقول لك الإنسان حفظك الله ورعاك. أذكر واحد المناسبة مشيت ليها، مناسبة مشيت ليها مع واحد الصديق ديالي إمام، جا من شمال فرنسا. أنا كنهضر دابا إلا كيسمعوني الناس من يتنواو، اللي بغى يتنوا أنا كنهضر بصفة عامة. مناسبة تعرف مشينا عرفتي الدار، غير الدار باش مقيومة على الأقل مقيومة بواحد مليون، نص مليون اورو ولا مليون اورو، الدار مقيومه بواحد مليون ديال الاورو، فهمتي؟ والخير وكذا وكذا وكذا، وجمع واحد الصديق ديالي فهمتي قرا القران، فهمتي الدعاء، الدرس، يعني كان واحد الحركه وواحد الرواج. تعرف شحال عطاو ليا؟ جا عندي واحد حط ليا واحد البركه، قلت هاد البركه نعطيها لهاد السيد الضيف، فهمتي؟ زعما شديتها دار لي داك السيد، قلت له جزاك الله خيرا، قلت انا هاد الاخ الصديق جا من الشمال، يعني من باب الاكرام. هذا القضيه فيا انا لما كنكون مع شي امام انا الا عطوني شي هديه كنعطيها ليه، فهمتي؟ هذه ثقافه عندي، فهمتي؟ فقلت هذا الاخ الكريم غادي نعطي ليه هذه البركه، يعني الالفه وكذا. لما وصلت للمسجد شحال لقى؟ لقيت 5 اورو، 5 اورو ما كتعطاش حتى في المغرب، شي المغرب ما كتعطاش فيه. حشمت من داك السيد، حشمت من مولاي، قلت له زعما غايقول هذا عطاو هما باش يقسم معايا ولا شي حاجه. قلت له شوف الاخ الكريم راه عطوني 5 اورو، حشومه نعطيها لك، انت تستحق الخير وتستحق يعني الفضل الكبير، فهمت؟ لكن هذا الشيء ما كيديروش مع المشارقه ومع الاجانب. هذه لاحظتها، لاحظت اننا كيجيبوا، انا في اسبانيا فاش عقلت اسبانيا كيجيو الناس من بلدان اخرى، فهمتي؟ فنادق مطله على البحر، فهمتي؟ فنادق مطل على البحر، فهمتي؟ تعرف الطعام اللي ماشي عيب، فهمتي؟ الطعام اللي كان كيتوجد للائمه، عرفتي اش كيوجدوا ليهم؟ المشارقه كنقول لك، فهمتي؟ شي حاجه اللي ما تقدرش تخيلها، فهمتي؟ يعني اجا افضل الاطباق الاسبانيه والاندلسيه
كيدوهم نعمس المحلات التجارية وتشري اللي بغا من باب الهدية إلى آخره، وثم في الآخر كيعطوا له واحد الظرف اللي تيكون سمين كما تيقولوا، فهمتي؟ في الوقت لما كيجيبوا واحد مغربي مثلا الإمام تينعسوه في سميتو، ويجي هذا كيبقى يهضر معاه باش إيش إيش ليش، ما تصلوا كده على الحبيب، ما تصلي كده على الحبيب، فهمتي؟ ما تصلي كده على الحبيب. وواحد ولد بلادك تيعرف ثقافتك وتيعرف ماذا كيفاش كتفكر وتيهضر معك باللغة ديالك، ليس جهلا باللغة العربية، فهمتي؟ فالمغاربة هم سادة اللغة العربية وأربابها. الإمام ابن أجروم إمام من أئمة اللغة العربية، فهمتي؟ وجل من أتقن في علوم الآلة من علماء الغرب الإسلامي، المغرب الكبير بمغربه وجزائره وكلهم، فهمتي؟ يعني يبدعون يبدعون في جل مجالات، ما غاديش نقول الشريعة بل في كل المجالات. ولكن حيت كيتواضع معكم نعمس، فهمتي؟ كيتواضع معك نعمس كيصحاب له فاش كتهضر معاه بالدارجة، أنك لا تتقن العربية ولا تجيدها ولا تعرف وجوهها ولا يعني آدابها ولا تاريخها. لا سيدي، فهمتي؟ ربما تلك اللكنة المغربية تحتقرها، تظن أن تلك اللكنة المغربية لا تتناسب مع الفصاحة العربية، ومن أخبرك؟ وشكون اللي قال لك أن تلك داك التفاصح داك غلظة الصوت هي اللغة العربية؟ لما كيجيك واحد لا يعرف من النحو إلا اسمه، لكن صوته جهوري تظنه كذلك، صوته أجش فتظن أن تلك هي الفصاحة، حيث أنت في المخيال ديالك الأفلام السورية والأفلام المصرية ديال فيلم الرسالة وفيلم الزير سالم، فتظن أن كل خطيب وداعية يتكلم بتلك النبرة هو الفصيح البليغ. من أخبرك أن تلك هي الفصاحة؟ فإذا تكلم بلغة غير لكنة قومك تراه من كبار العلماء وكبار المحدثين. حتى إذا سمعت تلك اللكنة الأندلسية أو اللكنة الأمازيغية العربية ديك الحمد لله رب العالمين وبعده فإن كذا، فتظن أن هذا الإنسان لا يعرف من العلم إلا النظر اليسير، فهمتي؟ وتحتقره. وأنا أذكر فهمتي بعض الإخوة طلبة العلم، نعاود لك شي 2004 من الإخوة ديالنا السنة والسلفية وداك الشيء، فكنت أنا من باب المزاح كنبقى نهضر بديك اللكنة وبعدو فإننا نحن نحتاج إلى كذا، ديك اللكنة ديالنا. تقول لي لا لا هذه ماشي اللغة العربية، خصك تتكلم باللغة العربية الأصلية. وما هي اللغة، شنو هي اللغة العربية الأصلية؟ جيب لي شنو هي اللغة، كيفاش كانوا كيتكلموا العرب؟ كيفاش كان كيتكلم أبو ليلى المهليل؟ كيفاش كان كيتكلم قيس بن الملوح؟ كيفاش كان كيتكلم طرفة ولد العبد بن العبد؟ كيفاش كانوا كيتكلموا؟ جيب لي، واش عندكم شي مسجلة سجلات لكم الأصوات القديمة وعليها كديروا القياس؟ اش هذا الفهم المعوج؟ كانت العرب تختلس الكلام اختلاسا، تختلسه اختلاسا، بمعنى ما كاينش داك التشكيل وداك النصب والرفع وكذا، كانوا كيختلسوا. تعرفوا الاختلاس ما كتظهرش الحركة، كانوا لا يظهرون الحركة في حديثهم ولا في كلامهم، كانوا لا يظهرون الحركات في خطاباتهم ولا في أشعارهم. وقرأوا كلام الأصمعي في ذلك، وقرأوا كلام سيبوي في ذلك، وقرأوا كلام ابن جني، ففهمتوا. فبالتالي حنا كيجي واحد الإنسان كيخلعك، سميتو أنا لا شوف، أنا لست عنصريا ولست قوميا، أنا دابا أنا خطابي موجه لبني جنسي، فهمتي؟ لبني جنسي واحد الظاهرة حنا شفناها، واحد الظاهرة اللي عشناها وشفناها في الواقع ديال يعني ديال سميتو ديال الواقع ديال نهضر على اوروبا بصفه عامه، فهمتي؟ لان اوروبا كيجيو الناس من بلدان مختلفه. فتجد مثلا، نعطيك مثال، كتلقى امام المسجد في حد ذاته متمكن امكن، لكن الغريب والعجيب ان اذا جاءك شخص من مكان ما، فهمتي، ويتكلم بلهجة ما فيقدمونه. ولعله، والله أذكر أنا الصدمة اللي وقعت لي، أنا في إسبانيا في بيلانوفا ديال جيرترو، كان عقل في 2012 هبط الله جي من أمريكا، والله العظيم محاضرة ديال الشباب وكذا والحضور،
واحد الاخ من بلد من بلد عربي، دولة عربية، صحيح، ولبس كذا منظر مزيان الانسان يلبس، قال قال صلى الله عليه وسلم، ما تصلوا على الحبيب، ما تصلوا كذا على الحبيب، ويعاود قال عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير ان اصابته شو قال ضراء صبر فكان خيرا له. فهمتي؟ بقيت كندير هكذا. وان اصابته سراء شكر فكان خيرا له. ما شاء الله فرحاني. فهمتي؟ ويعاود ليها ويعاود ليها. فهمت يا ابن عمي؟ وهذا الكذاب هذا، لانه هذا افاق، هذا الانسان اللي كنضيعو هو افاق، ما طلع افاق وكذاب ويدعو انه دكتور، ما عندوش لا دكتور لا والو، كذاب. فهمتي؟ في نفس المحاضرة قال والله إنا نعمل هذا في سبيل الله، نشهد الله. فهمتي؟ والله إلا 2000 أورو اللي حطوا لي في سميتو، 2000 الأورو على 3 أيام، جوج المليون على 3 أيام. فهمتي؟ السنتي حطوا بيسيا كذوب. فهمتو؟ فهذا هو الواقع، هذا هو الواقع. فكيجي واحد الإنسان يبسط لك المعلومة ويحدثك بلغتك وبثقافتك، فهمتي؟ فتحتقره، لأن ما أشني البلاغة، البلاغة الإيجاز كما قال العلماء. الإنسان غادي يوصل لك المعلومة بسهولة وبكلمة أقل، هذا هو البليغ. أما الذي يتقعر في الحديث تقعورا، فهمتي، ويمطط الحديث تمطيطا، فهمتي، ويبالغ في تلك الحركات وفي القاف والكاف والهمس والجهري والاستعلاء، فهمتي، راه ما كنديروش حنا التجويد هنا، فهمتي، دارها سميتو ابن بجدتها وعذيقها المرجب، ويجيب دوك المصطلحات. ايها السميدع الحصيف كلمه كلمه برد شويه. انت كما كان داك واحد كان معروف بالتقعور، قال لك واحد الخطره كان راكب فوق واحد سميتو واحد النعجه، واحد المعزه ولا راكب فوق واحد البغله، فسقطت او تعثرت، فالتف حوله الطلاب فقال ما لك ما لكم تكأكأتم علي، ما لكم تكأكأتم علي، كاتكأكوكيكم، ما لكم تكأكأتم علي كاتكأكوكيكم لذي جنة، افرق افرقوا عني. هذا حال بعض الناس، ما لكم تكأكأتم علي كاتكأكوكيكم لذي جنة، افرقوا ابتعدوا وانصرفوا عني. هذا حال بعض الناس. يلا طولت عليكم في الهضره وفي الكلام، يومكم ونهاركم مبروك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.